السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذ المتوسطة ولا حتى أولياء تلاميذ لهم يشاهدوا فينا. معكم الأستاذة ياسمين، وإن شاء الله الفيديو راح يكون في مادة الرياضيات، بالتحديد راح نشوفوا كيفاش نحلوا معادلة ولا متراجحة من الدرجة الأولى بمجهول واحد. إذا هذا الدرس نحتاجه كثيرا في الفصل الثاني، دونك أبنائي تبعوني خطوة بخطوة باش نعطيكم أسهل طريقة باش نحل معادلة من الدرجة الأولى، معناتها نستخرج إكس، مفهوم؟ دونك قلنا لحل معادلة أو متراجحة، دونك معادلة معناتها تساوي، كيما رانا لهنا نعطيكم في المثال هكا يعطوها لنا، أو متراجحة معناتها فيها أصغر ولا أكبر، مفهوم؟ إذا باش نحلو معادلة أو متراجحة من الدرجة الأولى معناه إيجاد قيمة إكس، معناتها كيقولوا لنا حل المعادلة ولا حل المتراجحة معناتها نخرجوا لهم إكس شحال يساوي. دونك بيان سيغ راح نشوفوا أسهل طريقة. يجب علينا وضع المجاهيل في جهة والمعالم في الجهة الأخرى، معناتها أبنائي لهنا كي يعطوني مثلا ناخذ مثال، وشنو معناتها مجاهيل وشنو معناتها المعالم. دونك المعالم معناتها الارقام، والمجاهيل معناتها الاكس. معناتها شوفوا واش نديرو، الارقام نروحو نحطوهم كاع مع بعض، والمجاهيل اذا كانوا عندي بزاف نحطوهم كاع مع بعض. يلا نشوفوا المثال هذا. عندي مثلا عطاونا في التمرين 2 زائد اكس تساوي 3، دونك راكم تلاحظوا باللي لهنا عندي عدد زائد مجهول تساوي عدد. اذا الاعداد واش قلنا لازم كاع نديهم من جهه والمجاهيل نخليهم من جهه. اذا مثلا لهنا واش نديرو، الاكس نخلوه كيما راهو وثلاثة نخليه كيما راهو، فقط 2 نروح نديه ليها من جهه 3، دونك باش نحط 3 رقم و2 معاه، مفهوم؟ اذا الاكس نخليه كيما راهو، نكتب اكس. عندي تساوي نكتبها تساوي ما نسيتهاش، عندي 3 نكتب 3، دونك اللي ما نسيناهمش نكتبهم كيما راهم. دونك نجيو لهنا للاثنين، ابنائي كانت من الجهه اليسرى بي كانت زائد 2، حنا فقط في الرياضيات ما نكتبوش الزائد كيكون ما نحتاجوش. اذا كانت زائد 2 اذا اخذتها للطرف الاخر تولي ناقص 2، دونك لازم هنا واش كتبت لكم، لا ننسى تغيير الاشاره، معناتها اذا كانت ناقص تصبح زائد والعكس، اذا كانت زائد كنديها من هي تولي ناقص. نعاودوا مع بعض، الاكس خليناه كيما راهو تساوي كيما راهي، 3 نفس الشيء كيما راهي، كانت عندي زائد 2 كي نقلتها مع العدد الاخر ولات لي ناقص 2. اذا هذا الشيء معروف، 3 ناقص 2 هي 1، اذا في الاخير خرجت لي اكس تساوي 1. شتو بسيطه وسهله جدا، معنينا الا في المعادلات من الدرجه الاولى نحط المجاهيل في جهه، معناتها الاكس كاع في جهه، يقدر يكون عندنا زوج اكس 3 كما راح نشوفوا في التطبيقات اللي تحتها. واذا كانوا عندنا المعالم نحطهم كاع في جهه، شكون هما المعالم؟ مثلا الاعداد، اذا كانوا من هذه الجهه بالزائد نرجعهم بالناقص من الجهه الاخرى، واذا كان العكس كانوا بالناقص نرجعهم بالزائد. يلا ناخذوا بعض الامثله ونعمقوا الفهم، بيان سور ناخذوا التطبيق اللي يقدر تشوفوه في فرض ولا اختبار. دونك يلا عندي مثلا هنا اكس زائد 18 تساوي ناقص 30، ما عليا دونك الاكس يو انكم ما تمسوش خلوه في بلاصتو، مفهوم؟ اذا عندي الاكس نخليها الاكس، عندي من الجهه المقابله ناقص 30 نخليها ناقص 30، ما عليا الا هاد زائد 18 اللي كانت مع الاكس نحولها مع الاعداد. دونك كانت زائد 18 ننقلها من الجهه الاخرى واش تولي لي؟ تولي لي ناقص 18. اذا اكس نخليه كيما راهو، 18 يعني خلاص سي بون قلتها، كان زائد 18 ولات ناقص 15، وعندي تساوي تقعد كيما راهي ناقص 30 ما زغتهاش، دونك غير اللي زغته هو اللي تتبدل الاشاره تاعو. دونك يلا اعداد نسبيه كيما شفناه في الفيديوهات السابقه، قلنا اذا كان لديهما نفس الاشارتان دونك نحط نفس الاشاره، دونك عندهم في الزوج ناقص نحط ناقص، وما علي الا ان اجمع العددين عادي. اذا 30 زائد 18 راح تعطيني 48، اذا اكس شحال يساوي؟ ناقص 48، مفهوم؟ يلا نزيدو، ماشي نصعبوا الامور شويه، لكن نسيو ناخذوا كاع الامثله اللي تقدر تطيح لكم ان شاء الله في فروضكم واختباراتكم. معادله اخرى تقول 2 اكس زائد 5 تساوي 20 ناقص اكس، اذا ما عليا الا ندير المجاهيل في جهه والمعالم في جهه. اذا عندي لهنا 2 اكس نخليها 2 اكس، عندي من الجهه المقابله كان عندي ناقص اكس كي نجيبو منا كان بالناقص يولي بالزائد، اذا ولات لي 2 اكس زائد اكس.
تساوي ما نمسهاش، نحطها كيما راهي. عندي 20 نكتب 20 زائد 5 كان منا زائد 5 انقله الى الجهة المقابلة يصبح ناقص 5. هنا بسط الحساب عليا، اوكي دونك نبسطوا الحساب قد ما نقدروا. عندي 2 اكس زائد 1 اكس، حنا فقط لهنا في الرياضيات ما نكتبوش 1 اكس، تولي 3 اكس. 2 اكس زائد 1 اكس ما نكتبوش اكس اكس، شحال نختار. دونك ما عليا الا ان اجمع الاعداد، 2 زائد 1 تعطيني 3 واكس نكتبه مره واحده فقط. مثلا كي يقول لكم زوج سيالات زائد سياله، نكتبوا 3 سيالات، مفهوم؟ اذا يلا نحسبوها، هذه سهله وبسيطه. 20 ناقص 5 تعطيني 15. دونك نلحقوا لهنا، لحقنا 3 اكس تساوي 15. حذاري نحبسوا لهنا، دائما دائما العدد اللي يكون قدام اكس نقسمه على هذا اللي مور تساوي. اذا عاودوا معايا، دائما اللي يكون لهنا، لانه علاش نقسمه؟ لانه لهنا عندي عمليه ضرب، احنا فقط في الرياضيات ايضا ما نكتبوهاش. اذا هذيك اللي راهي 3 في اكس تساوي 15، اذا الضرب واش يتحول؟ يتحول الى قسمه. اذا نتوما نقصوش راسكم، هذه كيما راهي اللي مور تساوي نقسمها على هذه اللي قدام اكس، دونك تخرج لي 15 قسمه 3 تساوي 5، مفهوم؟ يلا شفنا المعادلات، يلا نزيدو تاني نشوفو المتراجحات. وشو معناتها المتراجحة؟ معناتها سواء بأكبر أو أصغر. دونك يلا نشوفو مع بعض. لهنا عندي متراجحة تقول إكس زائد 8 أصغر أو يساوي 13، نفس الشيء. دونك الإكس نحطو من النار هو وحده كمجهول، وزائد 8 نديه من الجهة الأخرى مع الرقم هذا مع 13، إذا كان زائد 8 ينتقل ويولي ناقص 8. دونك اكس نكتبها اكس اصغر ام يساوي، نكتب اصغر ام يساوي ونطبق 13 ناقص 8 تساوي 5، مفهوم؟ سهله وبسيطه جدا. ننتقل للمتراجحه اللي كذلك فيها مجهولين وعددين. دونك عندي المتراجحه تاعي تقول لي اكس ناقص 3 اكبر او يساوي 3 اكس ناقص 1، نفس الشيء عندي اكس نحط اكس. دونك شفت بلي عندي من الجهه الاخرى 3 اكس نجيبها له، كانت زائد 3 اكس نجيبها وتولي ناقص 3 اكس. هذا ما يتبدلش، اكبر او يساوي نخليها اكبر او يساوي، ناقص 1 كان من هذه الجهه نخليه بناقص 1، لهنا كانت عندي ناقص 3 كي نديها من الجهه الاخرى تولي زائد 3، مفهوم؟ دونك هنا بديت نبسط الامور. يلا مع بعض، عندي اكس ناقص 3 اكس، قلنا دائما الاكس معناتها راهو فيه واحد، مفهوم؟ اذا عندي 1 اكس ناقص 3 اكس، ما عليا الا ندي الاشاره تاع الاكبر شكون؟ هذا زائد 1 وهذا ناقص 3، دونك ندي الاشاره تاع 3، اذا هي ناقص. كي ندير 3 ناقص 1 راح تعطيني 2، اذا 2 اكس، مفهوم؟ نفس الشيء اكبر او اصغر، عفوا يعني هنا عندنا اكبر او يساوي نكتب اكبر او يساوي، كانت عندنا اصغر او يساوي نكتبه اصغر او يساوي. عندنا 3 ناقص 1 هي 2، مفهوم؟ اذا لهنا حذاري، دونك لهنا اللي يخطئوا معظم التلاميذ كي يلحقوا لهنا. اذا ابنائي شوفوا، عندي ناقص 2 اكس اكبر او يساوي 2، ما عليا واش قلنا؟ نقسم دائما هذه اللي من الجهه اليمنى على العدد اللي قدام اكس، تسمى راح تجيني 2 على 2 و 2 على 2 نعرفوها 2 قسم 2 هي 1. حذاري ما نخلوش ناقص اكس، اذا هنا نخلي الناقص، لهنا نقدر نخلو ناقص، لكن كي نخرج النتيجه عمر لنا نخلو ناقص قدام الاكس، ندوه للعدد اللي هذا، ندوه من الجهه الاخرى، مفهوم؟ اذا لهنا نعاود مع بعض، كانت عندي ناقص 2 اكس اكبر او يساوي 2، ما عليا الا نقسم هذه على هذه، دونك هاني درت 2 على 2 تساوي 1. كانت عندي ناقص اكس نخليها، خرجت لي ناقص اكس اكبر او يساوي 1، ما عليا الا هذا الناقص نحطه نعطيه للواحد، معناتها نعطيه للجهه المقابله. لكن حذاري واش راكم تلاحظوا؟ شوفوا، لكن نبدلوا جهه ال هذه، كانت اكبر او يساوي تولي اصغر او يساوي. دونك لاحظوا هذه الفكره ما تنساوهاش، اذا عطيت الناقص للجهه المقابله اما لا نكتب اصغر، كانت اصغر تولي اكبر، كانت اكبر تولي اصغر، مفهوم؟ ملاحظه جد مهمه، اللي لو كان بعد شر لو كان التلميذ يغلط فيها بقيه المساله ولا بقيه التمرين تروح له، مفهوم؟ اذا يلا ناخذوا مع بعض تطبيق يقدر نشوفوه في فروضنا ولا اختباراتنا ولا حتى باش نعمقوا الفهم. اذا التطبيقات كيفاش تقدر تجي؟ قالنا مثلا ا بي سي مثلث متساوي الساقين. وشو معناتها مثلث متساوي الساقين؟ معناتها عنده ا سي تساوي ا بي، كما رانا دايرين الرمز هنا، هذا معناتها متساويا. راسه ا معناتها الراس تاعو كما رانا نشوفو ا،
بحيث يلا هنشوفه. قلنا أبي الطول أبي يساوي الطول أسي ويساوي إكس، إذا الطول أسي يساوي الطول أبي وكلاهما يساوي إكس، إذا ما نعرفوش مجهول. أما الطول بيسي فهن نعرفه، بيسي هو 4، مفهوم؟ يلا هنشوفوا الأسئلة اللي يقدروا يطيحونا. قال لي حدد محيط المثلث ABC بدلالة X، معناتها راح نعطي لهم المحيط تاع المثلث بدلالة X، ونعرفوا ما أسهل، ما كاش أسهل من محيط مثلث هو نجمع جميع الأطوال تاعو، معناتها نجمع AC زائد BC زائد AB، مفهوم؟ لكن بدلالة X. السؤال الثاني قالنا ما هو الشرط الذي يجب أن يحققه X ليكون محيط أكبر من 12؟ معناتها لهنا حنديرو متراجحة، المحيط اللي يخرج لي من السؤال الأول نديرو أكبر من 12، مفهوم؟ دونك راح نحلوها مع بعض. أما السؤال الأخير يقول لي أحسب صحة المساواة التالية من أجل X يساوي 2، كيقولوا لي من أجل X يساوي 2 معناتها نعوضو X، وين نلقاوه لهنا نعوضوه باثنين، معناتها راح نعوضوه هنا باثنين وهنا باثنين، مفهوم؟ اذا نبداو نحلو التمرين هذا تاعنا. قلنا محيط المثلث بدلاله اكس، يعني نعرفوا المحيط هو نجمع جميع الاطوال ا سي زائد سي بي زائد ا بي، مفهوم؟ دونك هذه لازم نكتبوها. يلا ا سي نشوفوا شحال تساوي، عندي ا سي اكس دونك نكتب في بلاصتها اكس، عندي سي بي 4 نكتب تساوي 4، كل وحده نكتب تحتها ا بي شحال، دونك ا بي اكس نكتب تحتها اكس، مفهوم؟ اذا يلا نشوفوا كيفاش نجمعوا. عندنا نجمع المجاهيل معا والمعالي معا، اذا عندي اكس زائد اكس تعطيني 2 اكس، كما قلت لكم زعما سياله زائد سياله 2 سيالات، 4 ما عندوش رقم واحد اخر نجمعوا معاه نكتب 4، اذا المحيط تاعي بدلاله اكس خرجته هو 2 اكس زائد 4. كيقول لي بدلاله اكس معناتها نخلي اكس، معناتها في النتيجه تاعي تخرج لي اكس، مفهوم؟ ها هو خرج. يلا اللي موراها قال لي اعطيني الشرط اللي حقه بي لازم يكون المحيط تاعي اكبر من 12، ما عليا الا نكتب كيما عطاوها لي بي اكبر من 12، وحنا بي جبدناها من السؤال الاول دونك نحطها لهنا، ماذا تساوي بي؟ 2 اكس زائد 4، اذا هاني عوضتها اكبر من 12 نكتب اكبر من 12، دونك كيما تعلمنا في الدرس المجاهيل من جهه والمعالم من جهه، عندي 2 اكس نحط 2 اكس، الربعه نروح نعطيها ل 12، اوكي باش يولوا كيف كيف، كانت زائد 4 واش تولي؟ تولي ناقص 4، دونك ولا عندي 2 اكس اكبر من 12 ناقص 4، 12 ناقص 4 نعرفها باللي 8، ودوك واش قلت لكم كيكون دائما لاصق لهنا عدد ندير هذا قسمه هذا اللي لاصق، اذا تولي لي اكس أكبر من 8 على 2 اللي تساوي 4، مفهوم؟ هذا بالنسبة للشرط. نروح لحساب صحة المساواة من أجل X يساوي 2، كي قلنا صحة المتراجحة ولا المساواة كي نلقى كلمة من أجلي معناتها أعوض X بما أعطاه لي في التمرين، معناتها قال لي X يساوي 3 من أجل X يساوي 2 نكتب نعوض اكس ب2، من اجل اكس يساوي 10 معناتها وين نصيب اكس نحط 10، من اجل اكس يساوي 20 نحط وين نصيب اكس تساوي 20. يلا نشوفوا، قال لي اعوض اكس ب2، اذا هو واش عطاني؟ عطاني 3 اكس زائد 2 من هذا الطرف، دونك ها هو الطرف الاول، وهذا نسموه في الرياضيات الطرف الثاني، كل واحد نبدا نحسبه بعقله، إذا الطرف الأول هو 3 إكس زائد 2، باش نعوض الإكس نعوضها ب2، يلا نحطها في 2، قلنا هذه اللي بين 3 والإكس هي عبارة عن ضرب، تسمى كي اللي راح ندير 3 في 2، 3 في 2 هي 6، زائد 2 تخرج لي 6 زائد 2 تساوي 8، هذه في الطرف الأول، في الطرف الثاني عندي 15 ناقص إكس، وعوض الإكس ب2، راح تخرج لي 15 ناقص 2 اللي هي 13. إذا من الطرف الأول خرجت لي 8 ومن الطرف الثاني خرجت لي 13، نلاحظوا بلي 8 لا تساوي 13، إذا واش نكتبوا؟ مساواة خاطئة من أجل إكس يساوي 2، معنتها مادام ما خرجوليش كيف كيف نكتب مساواة خاطئة، دونك هذا بالنسبة للدرس تاع نهار اليوم اللي كان حل معادلة أو متراجحة من الدرجة الأولى. كالعادة أي سؤال خلوه لي في التعليقات ونحاول نجاوب عليه في أقرب وقت ممكن إن شاء الله.